وفي اتصال هاتفي سابق مع برنامج مانشيت، قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن هناك علاقات وطيدة وتاريخية تجمع بين مصر وطائفة البهرة الهندية على مدار التاريخ، وأشار إلى إشادة سلطان البهرة بما حققته مصر من نجاح وتقدم على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار خلال الفترة الماضية. الحقيقة الطائفة لها تاريخ في مصر طويل، وسلطان الطائفة سلطان البهرة الحالي ووالده من قبله لهم يعني باع كبير في الأنشطة الخيرية وفي الأنشطة الخاصة بترميم المساجد الأثرية في مصر خاصة لأهل البيت. وآخر ما يعني مشروع بيعملوا فيه حاليا وبصدد ان هم يعني ينتهوا منه تجديد المقصورة الخاصة بضريح سيدة نفيسة رضي الله عنها بشكل كامل. والحقيقة هم يعني بيروا المقابلة النهاردة، هم أكدوا انه يعني مصر نجحت نجاح كبير جدا في الفترة اللي فاتت في تثبيت أركان الدولة وفي الحفاظ على استقرار مصر بقيادة يعني الرئيس السيسي، وبيتمنوا أن الجو الإيجابي وتثبيت الدولة والجهد الكبير اللي تم والإنجاز الكبير اللي تم في مصر ده أنه يعني ينتقل إلى الدول الأخرى في يعني الجوار الإقليمي.